بص، هو المصارعين الجزائريين اقوياء جدا. يعني انا بصراحه بحب المقاتل الجزائري، لان المقاتل الجزائري عنيف، شجاع، عنده امكانيات، لكن محتاج يكون في مدرب، في تقطير. وان يكون اللاعب يثق في المدرب، ان يكون اللاعب يثق في المدرب. ودي ممكن تكون مشكله في الوطن العربي كلها، يعني مش في الجزائر بس، لكن كلعيبة مقاتلين جزائريين العرب كلهم ما شاء الله عندهم عنف، عندهم شجاعة، عندهم ذكاء. وأعتقد إن دلوقتي الجزائريين بقى عندهم فرصة إن كل جزائري يثبت نفسه. نعم، فيما يخص افتح اكياس شيبس لوكس، تبقى لك شارجي، اهدر، كونيكتي، استمتع بالصيف بصحتك. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.